تحويل المخلفات لطاقة. احنا زمان ما كناش بنعمل كده. زمان كان عندنا يقول لك ايه المدافن الصحية مثلا، يعني مش عارف مكبات المخلفات اللي مش عارف ايه كلام من ده، يعني عمليا تخلص منها دون ان تستغلها استغلال امثل. جينا عملنا ايه؟ قلنا لا، احنا لازم هذه المخلفات يا جماعة العلم بيقول انها ينفع تتحول لطاقة. ينفع يا علم؟ العلم يقول اي نعم. فنقول له طيب ازاي؟ فيقول لك 1 2 3 4 5. هتيجي مصر تعمل اول مصنع لتحويل المخلفات لطاقة والتكنولوجيا الماني، لكن بايدين وعقول الخبراء المصريين. معنا على التليفون دكتور يوسف محمد، خبير التطوير المؤسسي وريادة الاعمال. ازيك يا دكتور؟ أهلا بك. إزاي حضرتك؟ إيه الأحوال؟ كله تمام؟ طيب، صحة والسلامة يا رب. عايز أفهم من حضرتك أكتر على مصنع تحويل المخلفات إلى طاقة. أي أنواع من المخلفات اللي إحنا بصدد إن إحنا نشتغل عليها؟ وإيه حجم الطاقة اللي ممكن يولد من مثل هذه المصانع، أو لو صح التعبير المفاعلات الرياكترز يعني؟ تمام. هو كان الأول بنتخلص من كل المخلفات زي ما حضرتك قلت كده، المدافن الصحيه او براتنا او اماكن معينه بنرمي فيها المخلفات دي. حتى في الدول الاوروبيه كان 80% من المخلفات بتاعتهم بيحرقوها. ومع تقدم التكنولوجيا والعلم اكتشفوا ان في حاجات مهمه جدا ما ينفعش ان احنا نتخلص منها بالاسلوب ده، وممكن نحولها الى طاقه كهربائيه او طاقه حراريه، وزي عندنا نيتروجين دلوقتي. ممكن نستفيد من كل المخلفات زي قش الرز والموز والقصب، كل الحاجات دي كنا احنا بنتخلص منها باسلوب خاطئ جدا وملوث للبيئه. ومع التطور ومع النداء بالتطوير وتحسين المناخ ومؤتمر المناخ اللي تم في مصر، ونسات الرئيس لما قال للعالم احنا عايزين نكون هذا المؤتمر بقى للتطبيق وليس للكلام ده كل مره، فالدول اهتمت جدا ان احنا نطبق الحاجات ديت. وكان بقى المشروع الالماني 150 مليون دولار ليكون يعني من ضمن المشروعات، ده واحد من ضمن المشروعات اللي هتتم في مصر لتحويل المخلفات ديت الى شيء نافع، الى طاقه كهربائيه، الى طاقه حراريه. وكل ده على فكره يعني كل اللي احنا بنعمله الوقت ده ب 20% فقط من المخلفات، يعني اللي احنا بنهدف له او الخطه اللي دلوقتي ان احنا هنحاول نستغل 20% من المخلفات اللي بتنتجها في مصر. اوكي. فلسه المجال مفتوح، ولسه عايزين مستثمرين، ولسه عايزين مشروعات صغيره تساعد المشروعات الكبيره في الانتاج دوت. طيب ده كلام محترم قوي. يعني دكتور يوسف، بما ان حضرتك واحد من خبراء ريادة الاعمال، هل من الممكن زي ما حضرتك قلت بقى كده انه مستثمر صغير يدخل في هذا النوع من الاعمال؟ ده لازم يستغل الفرصه. اي حد دلوقتي عايز يشتغل في المطلوب اللي هو عندنا والعالم، حضرتك عارف ان في مشكله في العالم كله وفي ركود عالمي وفي مشاكل كبيره، لكن احنا دلوقتي عندنا في مصر بفضل الله في يعني خير كتير وفي فرص عمل كبيره، من ضمنها المشروعات دي. يعني المشروع اللي هو كبير اللي هيحول اللي هو المخلفات الى طاقه، ده هيجيب المخلفات منين؟ ما هو محتاج شركات صغيره، عربيات تحول، محتاج ناس تخش تنقد بقى، يعني تفرز الحاجات دي تبقى مفروزه. يعني في كذا فكره الشباب ممكن يستغلها ان هو يخش في الموضوع دوت، يكون يعني مساعد ليها بصوب غير مباشر او مباشر، وطليق على شرائح استثماريه مختلفه. يعني ممكن يبقى في مستثمر ضخم يقدر ان هو يضخ عشرات الملايين، وفي مستثمر اخر لا يستطيع ان هو يقوم بهذا الضخ المالي الضخم، يعني يقدر يخش بمليون وباثنين بثلاثه 10 بالكثير. هل ده وارد في هذا النوع من الانشطه؟ وارد، لان فيها ارباح. انت دلوقتي بتستغل من ما فيش ماده خام يعني ببلاش، بتحولها الى منتج له قيمه وله سعر مطلوب، ومطلوب ايه كمان؟ مستدام. يعني مش مطلوب النهارده بس، لا، ده مطلوب للابد. والماده الخام اللي هي داخله في المشروع اللي هي المخلفات. دي برضو دائمه، فدي مشروعات مستدامه ومفتوحه، وفرصه التصدير منها في المستقبل لما تعمل اكتفاء ذاتي موجوده.
لانه مصر لا الحمد لله ولا المخلفات هل تنت... لا, لا المخلفات بتنتهي ولا الاحتياج صحيح. للطاقه بينتهي. تمام، بل بالعكس بيزيد. صحيح صحيح. انا بشكرك جدا يا دكتور يوسف، كل الشكر لحضرتك دكتور يوسف محمد خبير التطوير المؤسسي ورياده الاعمال على مساله مصانع او الاماكن اللي نقدر نحول بيها المخلفات الى طاقه.